طالب الخبراء والناشطون الحقوقيون مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضمانات اللازمة لحفظ سلامة أطفال اليمن وتحييدهم من الصراع الدائر وحمايتهم من التجنيد الذي تقوم به ميليشيا الحوثي. جاء ذلك في ندوة عقدها التحالف اليمني خلال انعقاد الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. قدمنا اليوم ورقة عمل خاصة بانتهاك تجنيد الأطفال في اليمن الذي تقوم به ميليشيا أنصار الله الحوثيين والذي تستحوذ على النصيب الأكبر منه في تجنيد الأطفال والزج بهم في معارك القتال وقتلهم في الصفوف الأمامية. حقيقة أردنا أن نقدم صورة واضحة عن هذا الانتهاك الذي ما زالت ترتكبه الحوثي جماعة أنصار الله الحوثيين بحق أطفال اليمن وهذه الشريعة الواسعة التي تمثل أكثر من 80% من سكان اليمن وتقديم رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بتجريم هذا الانتهاك. هذا وأكدت الأمم المتحدة في تقاريرها التي عرضت في مجلس حقوق الإنسان خطورة تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال في اليمن مما يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. ندوة تجنيد الأطفال هذه من أهم الندوات التي عرضت في مجلس حقوق الإنسان والتي قدمت المأساة الحقيقية للطفولة في اليمن، الكارثة الكبيرة التي حلت بالطفولة من خلال الزج بهم إلى المعارك وتركهم للمدارس وأيضا عملية إرغام وإغراء وتهديد الأطفال بإلحاقهم بساحات المعارك. هذه الكارثة التي تقدم الآن في مجلس حقوق الإنسان ستكون لها تأثير كبير على مستقبل الأجيال في اليمن. استعرضت ندوة تجنيد الأطفال في اليمن المأساة الحقيقية لتجنيد الأطفال من قبل الحوثي، كما بيّنت الندوة الكارثة التي حلت بالطفولة حيث لا زالت ميليشيا الحوثي مستمرة بشكل ممنهج في استقطاب الأطفال للتجنيد والزج بهم في العمليات القتالية. قضية تجنيد الأطفال في اليمن من قبل ميليشيا الحوثي قضية حاضرة في أروقة مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.